القضية ديال اختيار ديال المقاطعة ديال الدورة أو عدم اكتمال النصاب هذا لم يكن يعني قرار زعما مبيت ولا هذا، بالعكس حنا دابا الآن فوتنا سنتين من الفترة ديال التسيير، كاين مجموعة ديال الإشكالات، كاين تراكم ديال المشاكل، وجهنا مرارا رسائل متعددة للسيد الرئيس على أساس أنه كاين واحد على أننا حنا منتخبين ندافعوا على المنتسبين ديالنا، على الناس اللي عطاونا صوت ديالهم، على قضايا ديالهم، لكن للأسف الرئيس كيتعامل معنا بواحد الأسلوب من الدورة، الدورة عاد كتشوفوا غير مجبر باش يعمل الدورة، فكاين إشكالات متعددة، عينا ما تيفطوا له في الرسائل، عينا ما نقولوا له الدفاع هذا، فكاين قضايا على مستوى الأقاليم، إقليم الحسيمة، إقليم ديال تطوان، إقليم الجاول، يعني الإخوان كلهم كيعانيوا مشاكل قطاعية متعددة، وحنا ما جيناش، حنا راه عندنا الحمد لله تراكم ديال التجربة، ما جيناش زعما هيدا وخدينا موقف، بالعكس حتى فقدنا اليأس من هذا السيد الرئيس، لأن عينا ما نعملوا اللجان معطلة ما كايناش الخدمة ديالها، الأعضاء تقريبا شبه مهمشين كلهم، أدوار الغرفة شبه فارغة، فالآن بغينا نصيفطوا له هذا الميساج هذا، حنا سمعنا بعض التصريحات ديالهم للاسف بعض الاعضاء كنا نتمنوا انهم يبقوا في منأى على ذاك انهم يوقعوا في هذا النوع ديال التصريحات، لاننا حنا كلنا منتخبين وكلنا مسؤولين، كل واحد كيأدي واحد الوظيفه ديالو، فالاخوان اللي في المعارضه عندهم وظائف ديالهم، هي الدور ديالهم ديال المراقبه ديال المحاسبه، والدور ديال الرئيس هو كذلك، هو رئيس وهنا كنحيدوا على التصريح ديالو النهار اللي تم انتخاب ديالو كرئيس، هو قال غادي يخدم مع الجميع وسوف يكون رئيسا للجميع، لكن من بعد سنتين، السنه الماضيه راه الا رجعتوا الاخوان المحاضر والتصريحات ديالنا غتجبروا ان سنه بيضاء لم يتحقق فيها اي شيء، السنه هذه الثانيه برنامج العمل اللي تم التصويت عليه معطل، اللجان معطله، يعني اليات وادوات هي للشغل داخل الغرفه كلها شبه معطله، بالتالي انه كان لابد من الوصول الى الان وصلنا لواحد الباب المسدود، فالرئيس خصو ينتبه لراسو، راه ان هذه مؤسسه ومؤسسه كبيره، وحنا جينا بواحد الجهه اللي هي جهه تقود قطيره ديال التنميه، فاذا هي قطيره ديال على المستوى الوطني، ما يمكنش انها تتعامل بهذا النوع ديال السلوكات وهذه التصرفات اللي هي تقريبا شبه مغيبه من بعد ما كانت في التجربه السابقه. المقاطعه كانت حره في العضو كان كيتخطى لا شوف كيقول لك الضحري دابا لا ما كاين لا سمح لي انا والحمد لله هادو اعضاء اغلبهم عندهم تراكم ديال التجربه، كاين اللي عنده ولاتين وكاين اللي عنده ثلاثه وكاين اللي عنده هادو ماشي ناس بسطاء ولا ناس صغارين اللي غيديم التحريض ديالو، هذيك كلام سيبياني، هادو ناس مسؤولين والناس سبق لهم، كاين اللي كانوا الاخوه اللي كانوا في المكاتب السابقه وكاين اللي كانوا في المكاتب اللي قبل منا، هادو كلهم اعضاء مسؤولين ومسؤولين على التصرفات ديالهم، ما كاينش واحد اللي داكم التعريض. لا سمح لي هذا كلام كذلك مردود، لانه الاخوان جاوا للدوره القضيه ديال الاوتيل وعدم الاوتيل، وطيب هو ملي عمل الملتقى في الحسيمه وخدا الناس اللي هما خارج عن الغرفه ثلاث ايام وما تما ما كانش عنده هذا الاهتمام كله بالحساب ديالو ديال الاوتيل، دابا عاد بان له بانه بعض الاعضاء، وهادو شكون هما الناس اللي كيبادروا الاعضاء؟ الناس اللي بعادين، هذا القانون كيعطيهم هذا الحق، ماشي امتياز هو تفور عليهم به، هذا حق مكتسب ديال الاعضاء، ثم اختيار ديال القرار انهم يحضروا من عدم الحضور ما نشروطش بالمبيت ولا عدم المبيت، فما وطيب والناس الاخرين ديال باقي المدن، فهذا كلام مردود عليه، كنا ربما انا كنعتقد ان كنلمس له العضو، ربما هذا ناتج على انفعال، لانها ماشي سهله انه الرئيس لانه كان كيستخف بهذا بالعاده ديال الرسائل والاشارات، وتصور ان السيد خمسه ديال رؤساء اللجان او سته ديال رؤساء اللجان قدموا استقالتهم في عز الصيف وخلاهم ما يداومش يعمل العطله ديالو السنويه، فيعني واحد اللامبالاه كبيره جدا، اللجان دابا تقريبا سنتين وهي معطله مجمده، واتفقنا معه في الدوره السابقه 21 مارس اتفقنا بالاجماع على عقد دورة استثنائية لمراجعة هذا الأمر هذا، فتنكر لهذه الدورة نهائيا ولم يعقد الدورة، وجانا دابا بدورة عادية بجدول أعمال عادي في واحد المجموعة تخمة ديال الشراكات اللي هي شراكات ورقية لا تخدم لا المهنيين ولا عندها ارتباط بالمنتسبين ولا عندها ارتباط بقضايا بالبرنامج عمل، فهذا الشيء كان لابد انه تكون هذه الوقفه هذه، ولابد احنا الناس مسؤولين، احنا الناس يعني سبقنا تحملنا المسؤوليه وكنعرفوا الغرفه وكنعرفوا الادوار ديالها، فالغرفه ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه كانت مصنفه هي الاولى وطنيا، الان فين هي؟ ولات ادرس السفر.
فهذا الشيء هذا واش باش هذه ماشي مسؤوليه ديالنا، ماشي اننا من حقنا ندافعوا على هذا الشيء. هذا راه ماشي مؤسسه شخصيه، هذه مؤسسه ديال كتمثل واحد الجهه ترابيه اللي هي جهه كبيره جدا واللي هي كما قلت لكم قاطره ديال التنميه. يعني ما يمكنش يكون هذا النوع ديال الاستخفاف. فحان الوقت للرئيس انه يجمع راسه من دابا فقرا الان، خصو يجمع راسه، خصو يتحمل المسؤوليه ديالو، والا ما قدرش يعني المسؤوليه ديالو يعطين غيره، لانه السيد ربما باقي. وانا سبق لي كنت قلتها له انه هو باقي ماشي في ديك التجربه ديال الغرف الاقليميه، باقي كيتعامل مع كل اقليم. حنا دابا الان جهويه، وجهويه اختيار الدوله، وخصنا نمشيو للجهويه، وخصنا نشتغلوا على اساس القضايا اللي كتخدم المهنيين. اما باش تجي تبقى حنا الدورات جوج كاينين في العام، يعني دورات 6 شهور وهو غاي شبه مغيب، ما كاينش التواصل نهائيا مع الاعضاء، ما كاينش التواصل شبه منقطع، يعني تقريبا كيعيش بواحد العزله بوحده. ويجي حتى نهار الدوره خصو يجي يجبر الاعضاء، الاعضاء ماشي موظفين، راه حنا في ديك المؤسسه شركاء ماشي اجراء، حنا ماشي موظفين، حنا منتخبين وعندنا مسؤوليه ديالنا وعندنا منتسبين ديالنا اللي عطونا الصوت ديالهم باش ندافعوا من القضايا ديالهم. ما يمكنش انه الامر يجي دابا الان ونسمعوا بانه لا كيكولسوا، ما عندك ما تكولس، الكولسه الا كاينه عنده، اما حنا واضحين في الامور ديالنا، وهذا الشيء ديالنا مبني ومؤسس وعطيناه. كاين الاخوه اللي كان يعني غادي ترجعوا لمكتب الدوله وتجيبوا مجموعه ديال الرسائل، مجموعه ديال التذكيرات اللي عملوا للرئيس، ولا حياه لمولاتي، لا اجابه لا تواصل لا شي حاجه. ويجي نهار الدوره ويجي خصو يعقد الدوره. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عماد بالحاج، عضو بغرفه التجاره والصناعه والخدمه التجاريه بطنجه تطوان الحسيمه. كما عين الجميع اليوم ان عدم استكمال النصاب كان هو السبب ديال رفع الجلسه ديال الدوره، لان كما يعلم الجميع ان النصاب هو اللي كيحكم على الدوره. هذا نظرا لعده اسباب، وحنا كنهضروا كاعضاء ديال المدينه الحسيمه اننا قاطعنا الدوره، عدم التواصل الرئيس مع الاخوان الاعضاء، وكانت مشاكل عده اللي نجات هذا المشكل. هذا التواصل هو كل شيء كما يعلم الجميع. حنا في مدينه الحسيمه لا بالنسبه عن طريق اللجنه الاقليميه اننا كنا خرجنا بعده توصيات مخرجات على اننا خصنا المشاكل اللي عندنا كنعيشوها في مدينه الحسيمه كباقي المدن ديال الجهه، على اننا حنايا خصنا الحل، خصنا التواصل، حيت على عاتق ديالنا حنايا جينا الدور ديالنا نقوموا على عاتق ديالنا المهنيين على انهم يترافعوا عليهم. ولكن ملي ما كاينش اذان صاغيه اللي غتصمت لك في هذه الجهه هذه، الا واننا هذا هو الحل اللي عندنا، ما عندناش شي حل اخر، غياب التواصل صراحه اللي ادى لهذا المشكل هذا، لاننا ما يكونش النصاب. على اننا كاين مشكل اخر للنقطه التي افاضت كاس، اننا بصفه رئيس اللجنه الجهويه ديال الخدمات، واننا يعني صراحه تقريبا سنتين وحنايا ما درناش لحدود الساعه ولو الاجتماع واحد. كيف يعقل انك رئيس لجنه جهويه وما درتيش حتى الاجتماع؟ علاش؟ لاننا ملي كنراسلوا المكتب او لا كنراسلوا الاداره كتقول لك اودي راه ما كاينش الميزانيه اللي غادي نقدروا يعني نصرفوها على هذه اللجان باش يشتغلوا. الا ما كانتش الميزانيه او لا ما يعني هذه الطريقه باش كيهضروك باش كيجاوبوا، كان على المكتب وكان على السيد الرئيس يدارك الموقف. هذا الشيء قلنا له في الدوره ديال مارس، قلنا له مودي هذه اللجان هذو كثرت اللجان، لان الدور ديالها ما يعني ما كاينش. اللجان الدور ديالها فعال، هي قوه اقتراحيه كتقترح على المكتب، كتعاونوا كتقدموا الاضافه، الا وان هذا الشيء داروا ليه واحد الحداده اللي ما يقدرش انك تمشي تخدم باللجان. وكانت ان النقطه ان التي ساهمت في عدم اكتمال النصاب هو اننا في دوره مارس كنا درجنا اننا نديروا دور استثنائيه باش نعالجوا هذا المشكل هذا ديال اللجان، اما نقصوا منهم اما اننا نشوفوا شي طريقه اخرى. الا واننا يعني صراحه تفاجئنا على اننا المكتب والسيد الرئيس والمكتب ومعيه المكتب ديالو على اننا يعني ما درناش الدور الاستثنائيه بحال مره مرور الكرام، وكانت ان صدقنا عليها في الدوره صراحه تفاجئنا. وهذا الشيء كامل يعني عده مشاكل اللي جعلت اننا